هلو، اتمنى لكم يوم جميل. شنطه كيوت قوي ومناسبه لاجواء الشتاء، وكلها بالخيط اللي انتم شايفينه ده، خيط استوكات حلو قوي. حاليا بقى اسعاره غاليه، بيبدا من 39 جنيه، وفي محلات بتبيعه اغلى من كده. زي ما انتم شايفين عملت منه الشنطه الكيوت قوي دي بكرتين خيط بس، تحفه زي ما انتم شايفين كده، متماسكه وشكلها حلو. اشتغلته بابره تكون صغيره عشان يديني نسيج ضيق قوي، والنتيجه روعه زي ما انتم شايفين. طبعا هنا عملتها وحطيت هنا بورو عشان تكون تقيله، تمام، وثبتها من جميع الجوانب برضو بورو، لان النسيج ده هيكون طري مش هيديني الملمس الهارد يعني، بس انا خليته هارد بالبطانه وبالبورو اللي انا حطيته. شكلها طبعا تحفه. شنطه صندوق القلاب بتاعها ما حطيتلوش بورو من هنا، الاساس ان هي تكون مرنه، تمام. والكبسوله كبسوله واحده بس، والبورو هو اللي ثبت الاطار زي ما انتم شايفين. طبعا تقفيل الشنطه ده اشتغلته معاكم في فيديوهات اشتغلوا معايا، ان شاء الله هينزل قريب. سلسله بيزك عاديه خالص وحلقات ميني. شنطة كيوت قوي، حلوة جدا وسهلة في شغلها، كلها غرز حشو ومفيش اي حاجة. القطعة دي كلها من القلاب، تلف كده كلها القاعدة لحد ما توصلي للقطعة دي، كلها حتة واحدة، الجوانب بس هي اللي متوصلة. ووصلتها في الشنطة من الجانب برضو، واشتغلت من قلب الشنطة على طول، ما حطتش الجوانب وقفلت عليها. نفذوها وهتدعوا لي. اللون ده تحديدا مش متوفر كتير، فحاولوا تدوروا عليه، هتلاقوا اللون الاحمر، التركواز، اسود كمان هتلاقوا، ولكن اللون ده تحديدا شوية بقى قليل، فدوروا عليه وهتلاقوه ان شاء الله، واحتمال تلاقوه بيتباع بالكيلو كمان النوعية دي من الخيط. اتمنى لكم يوم جميل مرة تانية، مع السلامة، باي.